حسام عبد المجيد خد بدري يعني حسام مش بدري هو سنه مش صغير بس حسام عبد المجيد اتحمل مسؤوليه يعني انا مش شايف ان هو اللعيب اللي هو الجاهز دلوقتي عنده نواقص ما تخلوش هو رقم واحد في ما ينفعش يبقى سنتر باك رقم واحد او الاساسي في نادي الزمالك ولا منتخب مصر الاول ولا يعني انا شايف ان هو لا عنده في نواقص عنده لا لازم تيجي بالذات مع فرقه حابه تبدا وتلعب كره من تحت بتاعه هو حسام جديد متفوق جدا في الراسيات في الحاجات الهوائيه وبتاع لكن في خروج الكره من تحت في عنده في تمركزات في حاجات دفاعيه كده في الاوبن بول والكلوز بول وضع جسم يعني وقفات جسمه فالزمالك في ثلاثه الى حد ما بيبقى متداري يعني انا مع يعني حتى دفاعيا وهجوميا بتدي افضليه لان الزمالك عنده لعيبه كتير جدا قدرات هجوميه جيده زي زيزو لما يبقى موجود ابراهيم النضايش كبالة مصطفى شلبي في يعني الزمالك عنده راجل التونسي راس الحرب الجزيري حتى فتوح كمان لما بيعمل الزياده فتوح لا الزمالك عنده لعيبه بالذات في طريقه ثلاثه تبقى ممكن عمر جابر في ثلاثه يقدر يبقى من جوه الملعب او من حتى كرايت باك يعني اوباما دلوقتي في وجود اوباما برضه ناس يوسف اوباما برضه رايس اوباما فاتمنى ان الزمالك الفتره الجايه مع شويه تظبيطات كده يقدر وبرضه في الاخر النتيجه 2-2 مع بيراميدز انا شايف انها ايجابيه للفرقتين.